فقرتنا التالية كمان من الفقرات المهمة واللي بتحكي عن السيدات والنشاط سلمى والمثابرة على العمل، الشغف بطبيعة العمل. عم نحكي أكيد عندنا حالات سوريا اللي دائما عندهم شغلات جديدة ودائما عندهم مثابرة على العمل. رح نحكي عن الإبداع والنشاط اللي رافقهم بكل خطوة، واليوم أكيد عم بيحضروا لافتتاح ومسابقة حرفة تدوير الأقمشة التراثي السوري لخريف 2022. لنحكي أكثر عن الموضوع ونشوف شو الجديد معنا السيدة هناء العكش وهي من فريق نحلات سوريا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، صباح النور. أهلا وسهلا فيك، بيسعد أوقاتك. أهلا وسهلا، أهلين. خلينا بالبداية نحكي عن يعني نرجع هيك نعمل تذكير نحلات سوريا وأهم ما قدمتوه خصوصا بالفترة الأخيرة. هلا أنا رح أذكر من البداية إنه ابتدى المشروع بفكرة وصاحبة الفكرة يعني هي الدكتورة سحر البصير اللي هلأ هي المدير العام لنحلات سوريا وللأعمال اللي عم نقوم فيها. ابتدت بفكرة خلايا النحل إنه بيعلموا الستات إعادة تدوير الأقمشة اللي هي بالأصل موجودة نحنا بثقافتنا السورية، يعني كان يعملوا جداتنا يعملوا البقجات ويعملوا المدربيات وهي، بس الدكتورة حطت لها منهاج وتوثق المنهاج باسمها وصار تدريب يعني فينا نقول تعليمي أكاديمي. والسيدة اللي بتدخل كخلايا النحل بتتدرب، في عندها كذا قطعة لازم تساويها وتتبع منهاج. مجرد ما تعمل القطعة الأخيرة فهي بتتخرج وبتاخد شهادة إثبات حرفي من اتحاد الحرفيين، وهيك بتصير نحلي. نحن وقت منقول نحلات هن السيدات يلي بيقدروا يشتغلوا بتقنية عالية جدا وشغل كتير يعني المفروض يكون مرتب، يعني مثل العسل لا يشوبه شائبة. حلو. خلينا نحكي عن المعرض الجديد يلي رح يتم افتتاحه طبعا. مين السيدات اللي عم بيشاركوا فيه؟ قديش ممكن تكون أعدادهم؟ شو الخطة اللي حاطينها؟ هلأ الفكرة من المعرض القادم أنه هو معرض ومسابقة. نعم. بيتم في تخريج الدفعات يلي خلصوا تدريبهم وبياخذوا الشهادات، والمسابقة هي دائما نحن لنحفز السيدات ليرتقوا بعملهم أكثر. فبتصير المسابقة هي مشان أنه لا نحن بنشتغل أحسن، لا بيطلع معنا. وبعدين نحن صار معد أنه والله بس قطع هيك، عم تصير لوحات فنية. صحيح. يعني صار عم يدخل الفن بشغلنا، وكله من بقايا أقمشة موجودة عندنا أو حدا مخيط شيء يعني عنده قماشي يعني هيك. فهذا عم يكون حافز كتير إنه الستات يشتغلوا وإنه يعطوا، وكمان مشان نسوق للبيع. أكيد. يعني لازم يكون المنتج عالي الجودة حتى ينباع طبعا بسعر مرتب كمان. أكيد. طيب خلينا نحكي كمان شروط المسابقة بين السيدات، شو رح تكون؟ هل في شروط معينة ولا كل السيدات اللي حيكونوا بالمعرض هنا رح يشتركوا فيها للمسابقة؟ لا مو كل الستات، لأنه الدكتورة بتعلن عن مسابقة واللي بدها تشارك هي بتقلها أنه بدها تشارك. طبعا اختياري لأنه هي مسابقة بالنهاية. فممكن وحدة الست ما يكون عندها وقت أنه بدها تنجز لوحة. هلا المسابقة نحن اللي يعني أهم شرط فيها أنه هي متر بمتر، يعني كبيرة. إيه اللوحة؟ فبدها شغل، يعني بدها شغل شهرين على الأقل بجد. خلينا نحكي عن الرابحين اليوم، شو ناطرون؟ لا هي كربح حتى لو كان الفائز الأول هو ما في شيء مادي معنوي. ما في. نعم. هي معنوياً أكثر وإنه هي ارتقاء أعلى. أدي هذا الشيء ممكن يعمل دافع عند نحلات سوريا، خاصة اليوم بيكون في منافسة بين ستات البيوت، كل واحدة مثلاً عندها ذوق، عندها نظرة معينة، ممكن بعض الأحيان يتشاركوا بلوحة معينة، ياخذوا آراء بعض. فاليوم قد ايه المسابقة هي بتتيح إن كان للتعارف بين النحلات بين بعضنا البعض؟ هي المسابقة الحقيقة دافع للتنافس الإيجابي. يعني نحن ما منقول إن والله هي ربحت هي كذا أنا بدور على أخطاء، لا هي تنافس إيجابي بيحفزنا إنه نعطي أكثر ونطلع اللي عندنا. يعني احيانا الواحد ما بيعرف هو شو الملكات اللي عنده. صحيح. بس لما بينحط بهيك مواقف وبشوف السيدات البقيه شو عم يشتغلوا بقول لا انا المره الثانيه لا لازم اشتغل اكثر واتعب اكثر على حالي. فهي تحدي لنا انه نحن نرتقي كثير بعملنا. اكيد.
ست هناء، يعني من تقريبا من بداية ما بلشت خلايا النحل بال 2014-2015 لليوم، قدرنا نكتشف انه هذا المشروع من خلال مواظبة السيدات وعدد السيدات الموجودين منه رفاهية، هو له فكر وله أساس، وإعادة إنتاج هاي القطعة عم بتعيد كل سيدة معها إعادة إنتاج ذاتها. خلينا نتعرف أكثر على تجربتك مع نحلات سوريا، قدي فرق، هل كنتي بحاجة أنك تدخلي بهذا المشروع؟ ليش أساساً دخلتي؟ بالحقيقة أنا موظفة بمركز البحوث العلمية واستقلت وشاءت الصدف أني عرفت أنه في هيك تدريب، في شيء اسمه خلايا النحل، ورحت تدربت وصار عندي شغف. يعني أنا اللي كثير ناس بيقولوا لي أنه بتعرفي بالخياطة وشيء، أنا لا، ما بعرف خيط، أنا كخياطة ما بعرف خيط، بس أنا الإبرة والخيط كثير استهوتني. وبعدين في شغلي، وقت بتقعدي بتشتغلي، إذا واحد كان مثلا كثير هيك مسلسب أو شيء بصير يطنش شوي، بيقول لا بدي أرخي، رخي أعصابي. وبنفس الوقت اللي فوضوي بتعلمه الانضباط، لأنه أنت وقت بدك تشتغلي لوحة بمقاييس معينة بدها تكون دقيقة، مو مسموح الغلط. أنا بدي أدخل مسابقة بده يكون شغلي يحكي عن حاله، يعني لازم القطبة نظيفة، ما في عقد، المقاييس مضبوطة، لازم يكون في شيء فني باللوحة. فأنا وقت دخلت على هذا المجال كتير استهواني، وكانت الدكتورة سحر كمان فتحت أسواق فصول أربعة لشغل الإيد لترويج هي الإنتاج المنتجات للسيدات، فكمان أنا استلمت السوق. وهيك صرت، يعني أنا ما رحت للتدريب، رحت على التسويق أكثر. وفي سيدات تخرجوا هلأ عم يدربوا بمراكز، كان بالجمعية الشركسية بركن الدين، في حدا في بالعدوي، في ست كمان عم تدرب. طبعاً في طلعت من خلايا النحل مجموعة إبري وخيط، كمان هلأ بمجمع دمر الثقافي عم يدربوا كل يوم سبت، وفي تدريب عند الدكتورة سحر. حلو، كثير حلو. اليوم لما بنحكي عن الاعمال اليدويه اللي هي فينا نقول من ارقى الاعمال، بتحمل جهد وبتحمل صبر وبتحمل كثير من ذوق الفنان يلي عم يشتغلها، ما فينا نسميه غير فنان. اليوم عم بتشوفي هذا التقدير من خلال شغلك بالتسويق من قبل العالم، انه نحن امام يعني عمل يدوي اخذ كثير وقت ممكن وتعبت فيه كثير السيده لحتى صار بهي الصوره. هلا نحن بنشوف التقدير من الناس بإعجابهم بالشغل، إيه، بس هي نحن دائما بنقول القوة الشرائية عندنا ضعيفة، فهي شيء ثاني. بس نحن يعني في مين عم يدعمنا، المشكورين طبعا وزارة الثقافة، وزارة السياحة، نعم، واتحاد الحرفيين. وآخر معرض إلنا تبنيته وثيقة وطن بإشراف الدكتورة بوسينة شعبان، وعملت لنا معرض عندها بمكان المؤسسة، وكان معرض لثلاث أيام وكان كتير لاقى إقبال ونجاح شديد يعني. طيب خلينا نحكي اليوم عندكم مشاريع دائما وفي مشاريع ثابتة، من فترة كان في لكم نافذة بأحد الفنادق صرتوا تعرضوا فيها، وهذا شيء كثير مهم لأنه بلش المشروع ياخذ الاستمرارية مع الفائدة المالية للسيدات. صح. يعني ما عاد بس معرض ومشاركة. خلينا نحكي عن هذا النسق الجديد اللي دخلت فيه نحلات سوريا. الحقيقة هو كان الشغل تبع نحلات سوريا أو حتى من الأصل هو مشروع خلايا النحل، هو مانو مشروع ترفيهي. صحيح. مو للست تملي وقتها، هي لا تقدر تنجز شيء وهي ببيتها وبراحتها ويجيب لها مردود مادي. فهو هيك بدا. نتيجة الجهد ونتيجة الشغل اللي عم ينشغل ونتيجة انه لا في شغل جيد، يعني مو نحن هات ايدك والحقني، يعني مثل ما بيقولوا بالعامية. فمشان هيك كان يعني التبني من الوزارات ومن السيدة الدكتورة بوسينة ومن الاتحاد الحرفيين كثير كان في دعم، وهيك قدرنا اخذنا ستاند لمدة شهر بالداما روز. وهلا ان شاء الله عم افكر اسا يكون في عنا فرصه ستاند اخر باوتيل اخر. بالنسبه لشيء شخصي سيده هناء، شو بتطمحي من خلال نحلات سوريا ومن خلال انضمامك لهذا الفريق لوين توصلي؟
نجوميه مثلا. ليش لا؟ ليش لا؟ لانه وقت الواحد بيبدع بشيء لازم يوصل. اكيد لسه عندك هذا الشغف بعد هي السنين انه تعملي شيء جديد؟ دائما بتحسي في افكار جديده خارج العمله؟ اكيد اكيد، كل ما عملت لوحه بتعطيكي تحدي انك تعملي لوحه افضل واحلى. طبعا برايه للواحد، ممكن راي الثاني يعني. قد في تشجيع من الناس اللي حواليك؟ إيه لا، في تشجيع يعني، وانه هي بدها صبر كثير، فكثير ناس انه انت كيف فيك تقعدي ساعات عم تخيطي؟ انا ما بقدر. انا بحس لا بمتعه، لا يمكن وقت تبدي فيها ممكن ويسحبك الشغف ممكن تصيري تقولي ما بدي اقوم. يعني كثير نحن احيانا بننسى حالنا، ما بنتذكر غير نحن وقت كتفنا وجعنا انه لا لازم نعمل تمرين، لازم نستريح، لازم نجلس ظهرنا. بس هي فيها شغف، وقت بتشوفيها عم تتشكل شوي 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 اللوحه بتصير مثل الولد، انت عم تشوفيه عم يكبر شوي شوي، انت اللوحه عم تشوفيها انه كانت ما فيها شيء، صفحه بيضاء، بعدين انت حطيتي فكره، بعدين فكره بتعطيكي، بعدين يعني انا ما بعرف السيدات كيف عم يشتغلوا، بس انا بالنسبه لي كثير من الاحيان الفكر اللي اشتغلته لاني اجتني فكره ثانيه اقوى وضيفه، عشان هيك بتاخذ وقت. حلو. أكيد. يعني نحن دائما يعني من توجيهات الدكتوره سحر انه اعملوا دائما خطه عمل ومشوا عليها، بس انا دائما بهذا الشغل ما بلاقي اني فيني احط خطه عمل، بحط خطه عامه هيك، بس بعدين كثير بيطلع تفاصيل بقلبها. بهي التفاصيل انت بتضطري انه تفكي، تعيدي، تغيري لون، تشتغلي. وبتمنى المستمعين اللي سمعانينا انه يتفضلوا، الكل مدعو للمعرض، هو بده يكون بمجمع دمر الثقافي نهار الاحد 20 الشهر من الساعه 4 للساعه 7 المساء الافتتاح، وبيكون في محاضره واعلان عن الفائز وتوزيع شهادات الاثبات حرفي للسيدات يلي المتدربات يلي هلا بدهم يصيروا نحلات، وبده يستمر 3 ايام. طيب بيحب يزورنا اهلا وسهلا فيه. نحن كمان بندعي كل اللي عم بيتابعنا وبيحب يروح ويحضر. خلينا نحكي عن الاعمار شوي، يعني اليوم مثل هاي المشاريع بفكر الناس انه بس السيدات الكبار بالسن ممكن يشتركوا، بس بنحلات سوريا شفنا اعمار مختلفه، يمكن في صبايا صح. كمان عم تحب تتدرب وتدخل بهذا المشروع. صحيح. هلا هو يعني الطبيعي انه الستات اللي مثلا طلعوا على التقاعد او مثلا انه صار عندهم وقت او كبروا اولادهم انه يملوا وقتهم بهيك شغل مفيد. هلا الصبايا يمكن يكون عندهم اشغال اكثر، ما عندهم وقت، بس في صبايا عندهم شغف وعم يجوا يتدربوا وعم يطلع معهم شيء حلو. ويعني حتى الرجال اذا بدهم يتدربوا ما في مشكله، يعني هي ما حرفه نسويه كمان. هي ما حرفه نسويه، بس الشكل الطبيعي انه كل الاعمال البيتيه هي اغلبها بتكون فيها الستات، وخاصه نحن بظروف الحرب، يعني السيده هي داعم رئيسي بالبلد هلا بمشاريعها الصغيره، بشغلها، بجلب مردود مادي للبيت، يعني ما بدنا ننكر هذا الشيء يعني. طبعا لا اكيد، بس نحن اللي بيحب يتدرب كل المراكز مفتوحه لحضرته. ضمنت الرجال او هي لسه الفكره قائمه انه الرجال حبت تنضم؟ لو كان الاسم انثوي خلينا نقول نحلات سوريا، كان في رجال انضموا وقدروا يتابعوا بهذا المشروع؟ لا ما لسة. ما حصل، بس يعني ما في مشكله اذا انضموا. طبعا حلو. طبعا يعني نحن بنعرف كثير رجال انه والله تقاعدت وما بعرف شو بدي اساوي. ممكن تبدع بالشيء يعني. مضبوط. ليش لا؟ حلوه الفكره. صحيح، يمكن هي الاعمال اليدويه بتاخذ دائما هوس السيدات اكثر، بما انه هي صبوره اكثر، تعرف ممكن. التفاصيل، بيقولوا عندها حس هيك فني خاص. خلينا نعرف كمان حضرتك شاركتي بكل المعارض اللي انعملت، وابرز هي المعارض والتجارب او البازارات كمان اللي شاركتي فيها. ايه هلا انا هذا رابع معرض بنساوي. بالمعرض الأول الحمد لله لوحتي فازت بالجائزة الأولى، بعدين المعرضين الثانيات لا في سيدات كانوا فازوا بالجوائز. إيه والحقيقة أنه اختيار اللوحة هو بيتم من قبل لجنة فيها الدكتورة سحر البصير كمشرفة وك
الأعمال ودقتها والمقاسات وهيك شغلات، وعادة بيكون في فنان تشكيلي، ممكن يكون في مهندس معماري، نعم. ممكن في فنانين إلهم علاقة بالعمل اليدوي، فهي لجنة. أكيد يعني نحن كثير سعيدين إنك كنتي معنا اليوم حاضرة بيمكن هذا الشغف وبهي المحبة، ناطرين أكيد نشوف المسابقة ونتعرف على الرابح أو الرابحة خلينا نقول، يعني نوجه لكل النحلات ألف تحية على هذا الإصرار والشغف بالعمل. نحن الحقيقة أي سيدة أو أي لوحة بتربح نحن بنعتبر الربح جماعي. أكيد أكيد، لأنه هو دافع للمنافسة الشريفة الإيجابية يلي بتخلينا نحن نرتقي بعملنا ونعطي الأجود. أكيد شكرك، شكرا لك ولكل شكرا طبعا للإخبارية السورية على استضافتها، شكرا لكم وبنتمنى نشوفكم بالمعرض معنا. أكيد شكرا لك. أهلا وسهلا.